مشاهدينا نرجع لضيفتنا السيدة منى عبد الرحيم سنتل رئيسة نقابة المعالجين الإيحائيين بلبنان، من بعد ما تحدثت الأسبوع الماضي عن طريقة التخاطب بين الكبار لما يعني هيك عشنا هيدا الظرف الصعب. هلأ رح نشوف كيف بنحكي مع الصغار، من أي معتقدات كيفية الحديث قدامهم، التخاطب، الأخذ والعطي معهم، حتى نقدر نوصل لنقاط مشتركة نحن وياهم. سيدة سنتل، كمان مرة بقول لك أهلا وسهلا فيك عبر يوم جديد. أهلا كمان مرة إلي. نحن وقفنا وقلنا انه كثير وهلا عرفت علي كمعالجة إيحائية، وعبالي بس احكي بس كلمة عن هالإيحاء، لأنه هيدا هو يلي عم بيأثر على الأولاد كثير. نعم. ناس لما بس يسمعوا إبنوز، بيسمعوا علاج إيحائي، بيخافوا. أنا بدي أقول لكم ما تخافوا منا، نحن خافوا من حالكم، شو اللي عم تعملوه لأولادكم، لأنه هيدا هو الإيحاء. بقى اهتموا بطريقة حكيكم مع الأولاد تما يضطروا يجي لعنا ونعمل لهم علاج. نعم. كل شيء يلي نحن بنسمعه وبنشوفه بيفوت على اللاوعي رأسا، بس نكون نحن عم بنحس أو عنا مشاعر. كيسو اللاوعي هو إذا بدك العقل يلي ما بيفكر وما بيحلل وما عنده منطق، هيدا هو العقل يلي بيحس. ونحن كل ما يكون في وضع سيء بالبلد عم بنحس، في عنا مشاعر كتير، في عنا خوف، في عنا زعل على اشياء عم بتصير. سو كل ما بنكون بهيدي الحاله، كل شيء اللي بنسمعه عم بيتركب، عم يبرمجنا. نعم. خاصة نحن عرضة يعني لمتابعة تلفزيونات ونشرات الأخبار والبرامج السياسية والحوارية والنقل المباشر، وشو عم بصير، وبتعرفي حوادث كورونا وطالعين من انفجار 4 آب وكل تردداته السلبية، كل هيدول بيأثروا. هلأ إذا ما بدنا نوقف نسمع الأخبار، أكيد نحن بنعترض لهيدول الأشياء لأنه ساكنين بهالبلد. يعني ما فينا نقول بدنا نسكر دينينا، ما رح نسمع شيء، ما رح نشوف شيء، ما فينا نعمل شيء، بس فينا شوي نكون متوازنين شوي أكثر ونقول أوكي هيدول الأشياء عم بتصير، كيف نقدر نطلع منها؟ المهم هون إنه لما مثلا أولادنا يكونوا خايفين، إنه ما نزيد عليهم هالخوف ونأكد لهم إنه إيه مزبوط لازم تخافوا لأنه هيدا الوضع السيء. يعني أنا إذا قلت لحدا هلأ، أنا حدا بيسألني كيفك، بقول والله كيف شوف الوضع وأنا مني منيحة، أوكي؟ الكل رح يقولوا إيه أكيد أكيد منك منيحة، لأنه كيف رح تكوني منيحة بهالوضع؟ يعني شو عم تعمل؟ شو عم بعمل؟ عم أكد على حالي إنه بهالوضع ما بقدر أطلع منه، ما بقدر كون إيجابي. وهيدا الشيء بس يسمعه الولد كتير 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 كتير، خلص هيدا بتصير كنا عم نحكي عن المعتقدات يلي عنده اياها، هيدول هن يلي بيتركبوا وبيتبرمجوا بقلبنا. نعم. طيب ست منى، يعني عم تطلب من الاهل انه ما يكونوا كتير حقيقيين او صريحين مع اولادهم، لان اليوم الولد كمان التليفون بايده، ما بعرف على اي ابلكيشن بفوت الخبر العاجل، بفوت فيديوز اليوم مطلق، شغله صار حريق صرنا بنشوفه قبل ما التلفزيونات بتغطيه، انفجار لا سمح الله، كله موجود. مزبوط. اللي انا ما عم بقول ما نكون صريحين مع اولادنا وما نقول لهم الحقيقه، لا، نكون واضحين انه في اشياء عم بتصير، بس بنفس الوقت نقول لهم انه خلينا نشوف كيف فينا نطلع من هالوضع. يعني انه اكيد ما رح يمرقوا بحياتهم ما يصير شيء. نعم. ومثل ما عم بتقول التليفونات بايدنا وكل شيء، وهيدا بيودينا على شغله اللي كثير مهمه، انه الاهل يطلعوا كمان بحالهم، انه انا كيف عم بتصرف، انا شو اللي عم بعمله. اذا انا طول النهار قدام التليفون او قدام الاخبار على التلفزيون، طول النهار عم بسمع وعم بحكي بطريقه بقلق او شيء، انه هيدا كمان عم بياثر على الاولاد، وهن المرايه تبعيتنا. يعني تطلعوا بحالكم قبل ما تطلعوا بالاولاد، طلعوا اسمعوا حالكم قبل ما تسمعوا بالاولاد. انا دائما بقول غمضوا عيونكم شوي وفكروا انه انتم الاولاد، وشو اللي عم بتشوفوه من اهلكم؟ عم بتشوفوا وضع ما بنقدر نطلع منه، عم بتشوفوا هالازمه ك
كخلص شيء كيف بدنا نقول نهائي، او عم بتشوفوا انه اهلكم عم بيمشوا الامور بطريقه مثل ما فينا هلا، وهيدا الشيء رح يتعلموه، هيدا اللي هو الايحاء اللي عم نحكي عنه، اللي عم بنعلمه للاولاد انه يشوفوا اوكي عم بيصير شيء. هلا اكيد انا قلت بالماضي انه مش ضروري نقعد قدام التلفزيون 24 ساعه بالنهار تيضلوا هالصور يفوتوا، خلينا كمان ننتقل على اشياء اللي بنحب نعملها. نعم. نفس الشيء فينا نعمله مع الاولاد، يعني اذا بنحس انه مثلا الولد كثير زعلان او شيء، خلينا نشيل راسه من هالزعل ونقول له اوكي بعرف انه زعلت على هالموقف اللي صار، شو اللي هلا عبالك تعمله تا يروح الزعل ترجع تنبسط؟ نعم. مثلا شو بيتعلم الولد انه لما يكون عندنا حاله معينه انه بنقدر نحن نغير افكارنا، نغير تصرفاتنا ونغير حياتنا بهالطريقه. نعم، هي ما لنا نوع من الهروب ست منى، لان احنا بحاجه لمنفس، بحاجه ل يعني طريق اخر نسلكه حتى نخفف هيدا الضغط، نموه شوي لنرجع يكون عندنا قدره استيعابيه لمزيد من الضغوطات يوم بعد يوم. اكزاكتلي، ما عم نهرب ابدا، بس عم بنقول انه خلينا نشوف شو اللي فينا نعمله، لانه هيدي الهويه اللي انا حكيت فيها بالاول انه ما نعم. بدي فوت فيها وقول خلص انا هيك انا هون ما بدي اعمل. طيب ستنا بدي فوت معك باشياء نحن عم نعيشها وعم نحس حالنا مذنبين اوقات وعايشين حاله ضياع، حضرتك عم بتقولي انه مش نضلنا على تلفزيون ليل نهار، نبعد شوي عن هيدي الاجواء، بنيجي بنطلع بنشوف ناس ظهروا يسهروا يكملوا حياتهم طبيعيه، بنلاقي ناس عم تشتمهم انتم بلا مخ، ليكوا العالم وين وانتم وين عم تسهروا ضروري تحطوا لنا صوركم، عم بحكيك وقائع. يعني منجي لنعمل اي سورتي اي اكتيفيتي منصير حاسين بالذنب انه طيب نحن هلا قادرين نصرف، طيب في غيرنا عن جد ما معهم مصاري ياكلوا، ناطرين رغيف الخبز، بتعيشي بهيدا الصراع، ويلك انت نفسيتك بحاجه لهالفسحه من الراحه واكسجين وامل، ويلك كمان المشاعر العواطف، ويلك نظره المجتمع، ويلك التنمر اللي بتتعرضي له. مزبوط مزبوط، معك حق كتير، وهيدا للأسف عنا هي كتير إنه بنركز على شو اللي رح يحكوه الآخرين وبنتأثر بهالأشياء، يعني كتير عنا بنحس بذنب إنه إذا عملنا شيء وحدا نطلع فينا وقال ليه عم تعمل هيك. نعم. في كتاب اصلا بالانجليزي اسمه What Others Think of Me is None of My Business، يعني اللي حدا بفكر، يعني شو اللي حدا بفكره عني ما بيخصني ما بيهمني، وهذا الشيء اللي بدي شوي يمكن خلي كل واحد يفكر فيه اكثر. نعم. انه خلينا نفكر بحالنا ومش دائما نفكر شو اللي رح يقولوا الجيران، شو اللي رح يقولوا غيرنا. نحن بالمجتمع عنا كثير متعلمين هالشيء ونحن صغار انه لا ما تعمل هيك وهيدا عيب وما شو بدهم يقولوا عنا الناس، هيدا السلوغان شو بدهم يقولوا عنا الناس. ايه بس اذا بنضلنا بهالوضع بهالعقليه ما رح نقدر نطلع، لانه انا ما بدي اعيش حياه الناس، بدي اعيش حياتي انا. اذا الناس هن بدهم يبقوا بهالجورة يلي وقعوا فيها، خليهم هونيك، وكل واحد، وانا بضلني اقول كل واحد يكون شوي اناني، لانه اذا انا بقدر مشي حالي لنقول انا قلت اوكي خليني اعمل شغل جديد، خليني افتح شغل، خليني اعمل شيء يمكن عندي فكره منيحه وبقول بدي اشتغل فيها، يمكن فيني شغل شخصين ثلاثه حوالي، يعني انا عم بعمل فرق عندي انا، وإذا كل واحد بيمسك هالمسؤولية وبيعمل هالفرق بحياته هو رح يكبر هالدوار. نعم ست منى، يعني احنا موضوعنا عم نحكي كيف بدنا نتفاهم مع الأولاد، بس الحديث معك بيخدني لأقدر فضفض كمان، لأن إذا نحن نفسيتنا مرتاحة بتصور قادرين ننقل ونعكس هيدي الراحة النفسية على أولادنا ونريح لهم نفسيتهم. مزبوط مثل ما عم بقول؟ مزبوط
مزبوط 100%، لانه نحن بفتكر كثير حكينا بالماضي بهالبروجرام يلي اسمه هيبنو بيرنتنج، يلي كثير بنعلمه نحن، وناس بيقولوا هيبنو بيرنتنج يعني شو، يعني الهيبنوسيس عم بيصير. وهيدا هو انه كل شيء اللي بنعلمه انه نوع على حالنا، انه نطلع بحالنا، مثل ما قلت بالاول نحن الاولاد هن المرايه لنا، يعني بلشوا بحالكم. الولاد ما بيحبوا وما بيعرفوا كيف يتصرفوا إذا عندهم أهل مثلاً زعلانين أو كتير متوترين. أنا إذا بنتي يلي عمرها 6 سنين مثلاً تطلع فيي وبتشوف إنه ماما طول الوقت عم تبكي أو متوترة، هيدي البنت ما رح تعرف كيف تتصرف، سو هي رح توقع كمان بظرف بحالة مش منيحة. الاولاد اكثر شيء يعني الخوف عم ننقله لا شعوريا، والارتباك والتوتر لا شعوريا عم ننقله بمجرد عم يسمعونا يمكن عم نحكي نحن الكبار بين بعضنا، او ردة فعلنا على اي خطاب سياسي او على اي موقف او على اي مشهد. كنت عم بقول لك ممكن نحن نوصل لوقت نخاف ان نفرح، يعني منفضل نضلنا عايشين بهيدا الكادر انه خلص عارفين حالنا مهمومين منزويين محجورين انه عارفين حالنا، هيدا الاطار تبعنا بزيادة علينا. تعرف في شيء بالسيكولوجي بنسميه، يعني في عنا سبب ليه ما نطلع من هالوضع السيء، لانه عم يفيدنا. اوكي، فهيدا لما العقل بيقول خلص انا احسن لي ما انبسط بقى، لانه هون بالقليله الناس عم بيساعدوني، سو هيدا يعني عم نعكس على حالنا. نحن بدنا نطلع بس في شيء جواتي بعقلي يلي عم بيقول لا 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 خليني هون، لانه الكل بيعرف انه انا هلا بوضع سيء، الكل بيعرف انه بده يساعدني، سو احسن لي هون. وهيدا كثير كثير بنشوف بالولاد، يعني انه الولاد لما بيوصلوا مثلا على هالمرحلة الخلص انه ما بقدر اعمل شيء بس ماما عم تهتم فيي، اوكي الكل عم بيقولوا لي يا يعني لقى الامان اللي بده اياه، لقى شيء بهالوضع. نعم، لانه نحن عقلنا عم بيفتش على شيء ايجابي. نعم سيدة منى، بدي منك نصيحة أخيرة لأن انتهى وقتنا لو سمحتي، هيك بفكرة نختم فيها حديثنا مع حضرتك. مثل ما دايما بقول اكيد عدتك 100 مره، بلشوا بحالكم وكون اناني، يعني خلينا نطلع بحالنا بالمرايه الصبح ونقول اليوم نهار جديد. اوكي ما قلنا اليوم جديد، خلينا نطلع ونقول يوم جديد شو اللي بقدر اعمله اليوم بدون ما اعيش امبارح، لانه اليوم مش امبارح، خلص امبارح راح مع امبارح. سيده منى عبد الرحيم سنتل، شكرا لاطلالتك معنا، ميرسي كثير. دائما هيك بنستمد منك الطاقة الإيجابية، أهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير لإلكم وللكل المشاهدين. شكرا مشاهدينا، فاصل ومنتابع لقاءاتنا من يوم جديد.